شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشارك في المراسم بجانب رئيس الوزراء عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وذلك في كنيسة ويستمنستر التاريخية. وتأتي المشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التتويج في ضوء علاقات التعاون الممتدة التي تربط مصر والمملكة المتحدة. وعلى هامش مشاركته في مراسم تتويج الملك تشارلز، التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.